واحد من ضمن قائمة المهندس لهنا بوريدة لو لا لا سمح لا لا، تكلم معلش المهندس. معلش، الترشيحات دي حاجة وأرض الواقع حاجة تانية. أنا بتكلم صحيح. معايا عضو دلوقتي على في المجلس المهندس أحمد مجاهد، أنا خارج الموضوع ده خالص، أنا هاني راجل قبل ما إعلامي يقفل يا كابتن دوري شوبير كشف الحياة. اساله حتى سؤال بس قبل ما يقفل. انا اتمنى من المهندس هنا بريده، نعم اتفضل. اتمنى من المهندس هنا بريده ان يصر على نفسه، طيب تمام، بلاش وصلت. هاني اسالك سؤال قبل ما يطلع بس. طيب استنى، انت هو اللي تسال مجاهد ولا هاني؟ لا هاني اساله سؤال بس. استنى بليغ، عايز اقول لك حاجه بس. بقول لك يا استاذ هاني، المذكره اللي انت بتقول مضاها الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد ومن يوم الخميس اللي فات، هل تحركت للشؤون القانونيه ولا ولا تمت حفظها في الادراج في مكتب الاستاذ ثروت سويلم؟ للاسف يا استاذ بليغ، للاسف للمره المليون بقول للمشاهدين وبقول لحضراتكم جميعا ان العميد ثروت سويلم لحتى الان هو وفوزي غانم في مكتبه في نسختين سلمهم مصطفى ترك مدير مكتب الاستاذ جمال علام يوم شخصيا، ومع ذلك الاثنين ما حاولوش. طيب اسمع الرد من استاذ احمد مجاهد، اتفضل يا باشمهندس احمد. انا بس يا كابتن الحقيقه انا يعني سعيد جدا بالكلام اللي قاله الاستاذ هاني ده، ان هو في الاخر ذكرنا بقى كابتن انور والعقود والبيت وبتاع، هو ده الهدف من الموضوع.